السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وسرور. حياكم الله مشاهدينا الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة، وفي برنامجكم مدفع الإفطار. أول ما نبتدأ نقول اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. نعم يا أخواني المشاهدين، حياكم الله في 7 أيام شهر رمضان المبارك، الله يبارك لنا فيما تبقى يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم نحن اليوم في مدفع الإفطار لازم الكل يطلع مستانس والكل يطلع شنو؟ فرحان، ونقول نشوفهم إذا كانوا مصحصحين اليوم هي ولا لا، ونقول لكم رمضان كريم. ما شاء الله صوتكم وايد عالي. مشاهدينا الكرام، قبل أن نروح لفقرة الأسئلة راح نبتدي برنامجنا، وكما عودناكم نبتدي برنامجنا بمعلومة، واليوم راح نتكلم عن وجبة الهريس. وطبعا هذا الطبق الذي غزا قلوب الصائمين، وأنا يعان وبأكل هريس، أنت مثلي ولا؟ زين أخوي شو اسمك؟ ايوه عبد العزيز سمية، بعد يبا ياكل الهريس معي. طبعا الهريس معروف عنه انه ينتشر في رمضان اكثر شيء، هذه الوجبه الشعبيه المنتشره بشكل كبير وخاصه في رمضان، وهي من الاكلات التراثيه واللي تعود لقديم الزمان. وطبعا وجبه الهريس هذه اللي نشوفها تنتشر في رمضان بشكل كبير، واللي يشوف يوزعونها الجيران على جيرانهم وعلى اقاربهم لكسب الاجر، وطبعا لصله الارحام ومنهم انهم يتعرفون على الجيران وغيرهم. وجبه الهريس قديم الزمان ما كانت متوفره لاي حد، لكن في هذا الزمن لله الحمد والمنه متوفره بشكل كبير. طبعا وجبه الهريس معروف عنها انها فيها سعرات حراريه كبيره، لكن نحن ننصح فيها ان الناس انا وعبد العزيز ناكل فيها شويه، ما نكثر فيها، صح عبد العزيز؟ ما ناكل منها وايد. هذه وجبه الهريس، واللي اليوم منهم مسوي هريس على الفطور؟ منهم مسوي هريس على الفطور؟ بتعزموني؟ اللي مسوي بتعزمني؟ هاي واحده مسويه هنا بس ما رفعت يدينها، نزلت، ما تبغى تعزمني. بتعزميني على الهريس؟ ساكت تكلمي، بتعزميني؟ هريس. انزين، الحين راح نبتدي في فقره الاسئله، بس قبل ان نبتدي فقره الاسئله نبغى نعرف منو يحب الهريس. ني كلكم، منو في بيتهم في هريس الحين؟ منو ما يعرف الهريس؟ هاي ما تعرف الهريس. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ جنى محمد. ما تعرفين الهريس انت؟ بلا. تعرفينه؟ انزين، بسألك سؤال انا، متى نحن ناكل الهريس؟ في رمضان. متى في رمضان يعني؟ على الافطار. شو تعرفين أنواع الهريس؟ تعرفين أنواع الهريس ولا؟ في هريس لحم و بس. نعم، في هريس لحم وفي هريس دياي، وشو بعد عبد العزيز؟ زين، عشان احنا جنى، أنت اسمك جنى؟ من أحسن مذيع في الفجيرة؟ كلهم زينين طبعا، كلهم زينين. وهذه هدية من مركز هنوفر الطبي، تفضلي يا جنى، أساس هي تكلمت عن الهريس. زين، والحين السؤال اللي هو من القيادة العامة، أنا بسأل السؤال واللي يعرف يرفع إيده. كلكم شوفوا الكاميرا. من أول من صام في الإسلام؟ من أول من صام؟ تفضل نتعرف على اسمك. عبد الرحمن. من أول من صام في الإسلام؟ تبغى خيارات؟ سيدنا آدم عليه السلام. صح. صح، سيدنا آدم عليه السلام، ما أعطيته خيارات وقال صح. تستلم جائزتك من القيادة العامة لشرطة الفجيرة هناك، تفضل. زين، أنا بختاركم. ليش أنتوا تقولون أنا؟ نتعرف عليك، شو اسمك؟ ريم. من وين يا ريم؟ فلسطين. تعرفين الهريس ولا ما تعرفينه؟ أعرفه. بتعزميني على هريس بيتكم ولا؟ هي يعني الحين بتعزميني أروح بيتكم؟ عند البابا اكل هريس ولا متى باكر بتجيبينا؟ ورا باكر. ليش مو باكر؟ صعب. الهريس اكله حلوه ولا مو بحلوه؟ حلوه. تبين سؤال؟ انا بسالك سؤال سهل بس ما بساعدك، اوكي؟ يلا شوف الكاميرا. السؤال يقول اذكري لنا دواء وبعطيك جائزه، انا ادعي لنا دعوه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. تستاهل جائزة من مركز هنوفر الطبي، تفضلي. هذه جائزة من مركز هنوفر الطبي، تفضلي. زين، كلكم طالعوا منا.
عبد العزيز شو اسمك؟ عمار. انت ما قلت اسمك عبد العزيز؟ انا اسمي عبد العزيز. وليش تقول لي عمار؟ اكيد اسمك عبد العزيز ولا؟ اوكي يا زيزو، السؤال من القيادة العامة، من أول من ينفق له الروح بعد النفخ في الصور؟ سيدنا آدم. لا، محمد صلى الله عليه وسلم. وتسلم جائزتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلم جائزتك من القيادة العامة شطة الفجيرة. روح يا عبد العزيز واعزمني على هريس. كلكم شوفوا الكاميرا وأنا اللي بختاركم، أنا اللي بختاركم. في 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 خلكم خلوني أطلع البنية الصغيرة اللي موجودة هنا. خلوا الكاميرا، خلوها تطلع في الكاميرا، لفوا شوية. شو اسمك؟ ما تبين في الكاميرا كذا، ما تبين لو سمحتوا شوية. شو اسمك؟ نتالي. كم عمرك يا نتالي؟ نتالي تعالي. عساس نتالي يا نتالي، أنت صايمة اليوم؟ تكلمي يا نتالي. زين، هذه هدية لنتالي من مركز أنوفر الطبي، أجمل وأصغر واحدة موجودة عندنا. تفضلي يا نتالي. أوكي يا نتالي، مبسوطة؟ مبسوطة؟ قولي أنا مبسوطة. مبسوطة. صوتك وايد خفيف. أيوة، أنت شو اسمك؟ بس ما في جائزة، أنت شو اسمك؟ ليليا. ليليا؟ كم عمرك يا ليليا؟ عمري 1.3. عمرك 3. ليش تضحك؟ كلكم شوفوا الكاميرا. طبعا مشاهدينا الكرام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا امورنا، اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، اللهم وفقنا ويسر لنا امورنا، اللهم احفظ لنا بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ لنا والدنا وولي امرنا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وطل في عمره، اللهم بارك لنا ويسر لنا ولا تحرمنا الاجر يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وافطارا شهيا وصياما مقبولا بإذن الله تعالى. Спасибо.